يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى فليدع ناديه، يقول هل يؤخذ منه تهديد؟ هذا أمر تهديد، هذا أمر يراد به التهديد. نعم، هل يؤخذ منه؟ هل يؤخذ منه النهي عن تسمية البنت باسم نادية؟ لا، ما يؤخذ منه، ما يؤخذ منه. نادية من الندى، وهو النداوة، نادية من النادي وهو الاجتماع. البنت ما تسمى نادي بمعنى محل اجتماع، لما تسمى نادية يعني من النداوة. نعم.